ريتني شعورك عمري ما يكمل. يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان. ما كانش أمل في حياتي تهب، ما كانش الدمع جرح لي الخد، ما كنتش هعرف أحزان أحزان أحزان. يا ريتني قضيتك قبل ما بيحد، يا ريت مشوار عمري نايم، يا ريتني عرفتك من زمان من زمان. ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد، ما كنتش هعرف أحزان أحزان. ولا كان عدى العمر وكان، ولا كان تعب القلب أنا، عدى العمر وكان تعب القلب أنا. كنت لقيتك وانت لقيتني، كنت هويتك وانت هويتني. قاربني من زمان زمان. مكنش أمل في حياتي تهد، مكنش الدمع جرح لي الخد، ما كنتش هعرف أحزان أحزاني. Bonsoir à toutes et à tous, donc pour cette deuxième vidéo de cette journée du vendredi 17 novembre 2023. J'espère que vous avez passé une bonne journée. C'était un petit peu, bon, parfois du soleil, parfois un petit peu de pluie, et c'est ça, donc il y a l'hiver qui arrive à grands pas. pour cette deuxième vidéo, on va en parler. Il y a des gens qui m'ont interpellé. Pour, ils m'ont dit de parler sur ce qu'a dit le président de la République, M. Tebboune, qui a, si vous voulez, hein, par le mot qu'il a prononcé hier lors d'une rencontre avec les patronats, en disant qu'il a parlé, bon, il a profité de cette occasion pour dire que l'Algérie, qu'il n'y a aucun pays, qu'il n'y a aucune force au monde qui pourrait donner des leçons à l'Algérie et que nous sommes prêts à nous défendre, comme on dit, avec, si vous voulez, avec tous nos moyens pour défendre le pays. Donc, nous allons en parler. Avant tout, je vais répondre à quelques imbéciles, parce qu'il n'y a pas nombreux, ils sont deux à trois qui, à chaque fois. Je suis désolé, il y a des gens qui m'ont dit de ne pas répondre, mais il faudrait que je leur réponde, parce que si je ne réponds pas, ils vont dire que... Alors,
راح نتكلم على واش قال الرئيس البارح. الناس قالوا لي تكلمنا على الرئيس البارح اللي تحدى العالم وقال لهم ما كانش قوة في العالم تقدر كما قال واحد لامبوز سا بوليتيك ولا حاجة على الجزائر، وحنا رانا ندافعوا على روحنا بشراسة. انا في تعرفوني انا ديمقراطي نورمالمون يقولوا شي حبس سون بروبليم دونك فوالا، مي الناس قال كي ولدي السيد هذا يهضر كيما هكا ما يهضرش على روحه، يهضر على الجزائر كامله وحنا رانا معاه فرد شاشيه. انا نعطيهم الحق، راح نتكلم على شي هذا. قبل هذا راح نجاوب واحد الناس، نبداوها بهذا اللي حاط روحو جو سي با. كان بزاف الناس اللي ما عجبهمش الحال كي تكلمت على النساء، وهما عطاوني فرصه باش نزيد الشك فوا ننبه النساء ونقول لكم ردوا بالكم يا نساء، ردوا بالكم من الدواعش، ما تتزوجوش بليز الجيريان. انا نقول لكم ردوا بالكم بليز الجيريان وبالتوانسه اللي يهضروا لكم على الدين وبالمغاربه اللي يهضروا لكم على الدين. انا نقول لكم نعطيكم نصيحه وانتم دبر راسكم، ردوا بالكم الناس هذو راهم دواعش، ردوا بالكم الناس هذو راهم شوفوا من يديكم وهما يحطوكم في الدار يديروا لكم كي هذوك الجاريات، باسكو هما قراو بزاف على الجاريات هذوك على الاسكلاف ومنها هذا. اذا ما قتلوكمش راكم تماكم منعتوا، مي راكم تعيشوا حياه تاعسه. ردوا بالكم يا انسان، نزيد نعطيكم ونقولها لكم. انا ما عندي كيما قال واحد ليسونسيال، انا ما عندي حتى يعني خلفيات على هذا، مي الشيء اللي شفناه والشيء اللي على بالنا به والشيء اللي رانا نعيشوا فيه يتلزم عليكم يا البنات تروحوا تخدموا، تروحوا تقراوا، تروحوا تحوسوا، تروحوا تاكلوا، تروحوا تشربوا، تروحوا تتزوجوا. كي تلقاو واحد يحبكم من اليهود ولا من لي فرونسي ولا من ما يكونش دعشي برك، ما يكونش دعشي، خاطرش الاخرين حتى ولو ما تفهموش معاهم ولا الناس كل ديفورسي والناس كل بصح المشكله وين ما يقتلوكمش. هادو راهم يذبحوكم، هادو راهم مازالو مدايرين لونور الشرف نتاعهم، الشرف نتاعهم في حاجه تافهه كيفاش تحبوا تعيشوا معاهم، مدايرين الشرف نتاعهم ونتاع العائله نتاعهم ونتاع ولادهم ونتاع كيف اسمو العرش نتاعهم في حاجه تافهه. دونك باش ما نقولش حاجه اخرى باسكو الناس تسمع فيا عيب، مديرينو الشرف نتاعهم في المراه كي دونك ردوا بالكم، ردوا بالكم من نعطيكم. الوغ هذا السيد هذا درايم ولا ما عرف واش درايم سكوت تاس هذا ولا ما عرف 3836 واش يقول لي، يقول يهضر لي على بوليغامي ولي بارغامي وما نعرف واش. وانا يا خويا واش دخلني في لي بارغامي ولا في لابوليغامي؟ انا ما قلت انا تو دابور لا بوليغامي انا شوي كونتر كيما يقول واحد سي نورمال، هذه يديروها دواعش كيما انت داكور. وهلا لا بوليغامي هذه كيما قال واحد مديرينها غير في البلدان تاع التعس كيما تاعنا في الجزائر وفي البلدان هذو التيار موند منا ومنا ما تلقاهاش خلاص. مي انا باش تهضر على لي بارغامي ولا منا واش دخلني فيهم انا؟ واش دخلني فيهم؟ انا قلت للانسان ما يتزوجوش بناس كيما انت اللي عندهم عقليات كيما انت نتاع دواعش ما يتزوجوش بهم. وايم تي بو واش راني قاعد نقول انا قلت لهم روحوا تخدموا، روحوا تحوسوا، روحوا تزوجوا بالاخر كيف اسمه باليهود، تزوجوا مي ما تزوجوش بليزالجيريان باسكو دواعش يقتلوكم. هذا واش قاعد نقول لهم انا؟ انت جاي اليوم تقول كيما قال واحد واش يقول هذا ايه وتسب انت والحمار والدب، على بالك الدب الحمار، احنا عندنا الشويه نعطيو له قيمه ونعطيو له قدر خير منك انت. علاش؟ باسكو الدب والحمار احنا نحتاجوه نطلعوا به الجبل نجيبوا به كيف اسمه نجيبوا به الحطب نجيبوا به منا، هو مسكين يل ترافاي لان على بالك. مي انت انت واش انت راك فوزات اون شارج على لا تيغ، الارض اللي راك عافس عليها راهي مسكينه عيات على هذاك، انت راك زايد في هذه الدنيا هذه. مي الحمار حنا نفضلوا الحمار، حنا الشويه نفضلوا الحمار عليك انت، والله العظيم لازم نقولها لك، غير نفضلوا الحمار
على واحد كيما انت باسكو انت راك فون سيري ا ريان دو تو قاعد غير تبلاقي ولا قاعد واش راك دير انت كيسك فو فات. وانا يسمحوا لي الناس راني يعني نجاوب الناس هادو بوركو باسكو كي يكتبوا كومونتير كيما هكا كيما نجاوبوش يقول لك السيد راه ما لقاش والو نو نجاوبو باسكو هو راه يخلط. انا دون سكو جي دي انا في لا فيديو جي دوموندي او فام باش ما يروحوش يطيشوا روحهم للرجال ها المراه راهي كيما قال واحد مسكينه عيات عانات عندنا هنا في الجزائر عانات حرقوهم قتلوهم ضربوهم دفنوهم حتى حيين. دونك لازم النساء دركا يعرفوا وين كيما قال واحد وين يحطوا رجليهم هذا هو اللي حبيته انا. اسكو فهمتني يا واحد المصنان ولا ما فهمتنيش يا واحد المصنان اسكو فهمتني ولا لا؟ اذا ما فهمتنيش نزيد ها نزيد نفهمك اوكي. دونك انا قاعد نقول لي فام ما يتزوجوش بناس كيما انت يعني سواد السعد في المراه اللي راح تتزوج بيك انت وبامثالك باسكو نتوما هذه العنوسه كيما كتب لي واحد قبيل اي مليون مراه يا ولدي موش مليون ولا 100 مليون ولا 58 مليون. انا لو كان جاوا 58 مليون نقول لهم بقاو 58 مليون بقاو عازبات روحوا تعيشوا حياتكم روحوا فواياجي كانوا الرجال بارتو حتى تمشيوا معاهم تزوجوا بهم تحكيوا معاهم تلعبوا معاهم ديروا معاهم واش ديروا ما يتوصلوش يقتلوكم كما الجزائريين ما يتوصلوش. روحوا تشوفوا قليل وين تسمعوا في باغ اكزومبل في فرنسا ولا في الامريكان ولا منا واحد يقتل مرتو 0.00001 والباقي كامل كي تلقوا واحد قتل مرتو راه جزائري ولا واحد من الدواعش نتاع توانسه ولا نتاع المغاربه ولا نتاع هذه هي. بوركوا باسكو هاد الناس هادو دواعش هو حاسب بلي المراه سي سا كي يروح يحسني معاها لاكت دو مارياج هو كي سافي دير لاكت دو مارياج سافي نتزوجو انا وياك نديرو فوايي ما بيناتنا ونن هذه هي انت تسني من ولا نسني منا. دوكا مولاو حتى في الدول الكبرى عادوا يتزوجوا بار كونترا يديروا دي كونترا قال اخويا نديروا كونترا على عامين ويديروا هما بعد دي كلوز قال ارتيكل 1 ارتيكل 2 ارتيكل 3 ارتيكل 4 ويسنيو عليها ويحطوها عند النوتيخ ويروحوا يزوجوا بالكونترا. كي تفضل كونترا من حق المراه ولا الراجل يقدروا كيما قال واحد يعاودوا لو كونترا. سمحوا لي دقيقه باردون اكسكيوزي موا. دونك انايا اليوم مازلت نزيد جو كيما قال واحد نزيد مادام عطاتني لوكازيون نهضر مع هذا اللي كنت نجاوب فيه دركا هذا السيد يقول لي لا بوليغامي وما نعرف واش هذا الفيح هذا سمعت يا واحد البوخلونه ولا ما سمعتش كيما يقول الصحفي نتاعنا يا واحد البوخلونه رانا حنا قاعدين نولهو في النساء مساكين باش ما يطيحوش في يد الدواعش كيما انت فهمت يا واحد المنتن ولا ما فهمتش لازمك انت تفهم تحل عقلك وتفهم باللي سيدك انا راني نقول للنساء نوله فيهم باش ما يطيحوش ضحية دواعش كيما انت باسكو انت ولا كيما قال لي السيد الاخر كيفاش تقول جزائريين دواعش ماهمش دواعش الناس اللي قتلت 200 الف جزائري هذو ولا اللي قتلتهم ماهمش هما ماهمش الدواعش تاع الفيس هكذا انت بالك هكذا كيفاش من دواعش اليوم 80% كيما قلت 80% نتاع الجزائريين عندهم عقليه دواعش هذا هو. روح وحدك انت خرج شوف للشارع وسقسيهم شوف سقسيهم يقولوك نفس الكلام كيما تاع السيد هذا اللي كنت نجاوب فيه هذا البخنونه هذا الفايح هذا المنتن هذا اللي يجي ويبلاكي ويهضر على الحمار والله نسمو ربي غير عندنا حنا الشويه غير نحترمو خاطرش يفيد الزفوخ يخدم مسكين علاه يقولوا مسكين هو تحس فيه حمار انا باسكو الحمار يل ترافاي واش كيعد حيوان مي يل ترافاي يجيب مسكين لا كروت نتاعو الماكله نتاعو منا يجيبها مي نتا يا واحد الفايح يا واحد المنتن يا واحد البوخنونه
انت قاعد تستنى وقتها تجي المرأة نتاعك تخدم عليك، ولا تروح لمك تنحي لها الدراهم باش تروح تشرب قهوة وتجي تبلاقي على سيادك. دونك هذه جوابك. الوغ دونك نروحو دوكا ل كيف اسمو اسمحوا لي الناس قالوا لي كيما قلت وحده قالت لي لي زامبيسين لي تيت دو كون هادو ما تعطيهمش ما تهبطش النيفو نتاعك. مي ساعات والله غير ساعات جامغي بيان هاد الناس هادو نجاوبهم باسكو كي ما نجاوبهمش يقول لك ما جاوبنيش او عندي الحق. الوغ هو قاعد يخلط. الوغ نرجعوا للكلام نتاع شكون كيما كان واحد اخر ثاني اللي كتب نو اي هذا متاف، هذا متاف مالك، هذا متاف مالك هو اللي يقول لي مليون امراه عانت في الجزائر العقوبه 20 مليون. يا ولدي العقوبه 58 مليون، 58 مليون وما يديوش واحد دعشي كيما انت. والله يا لو كان جيت انا امراه والله العظيم والله نتزوج بيهودي، نتزوج بقوري، نتزوج بقبطي، نتزوج باي واحد من انت يا واحد الدعشي والله العظيم يا لو كان نبقى انا وياك في ما على باليش واش يجي منك، واش يجي منك. شوف كاين مرا تقعد لاباس عليها ترونكيل مكرمه في دار باباها نورمال، تروح تخدم عندها دراهمها في يدها، تجي واحد الدعشي كيما انت تزوج به واش دير به يا بي طيشو الرجال واش دير به. سورتو دوكا مع كيما كان واحد مع لا تكنولوجي مع منا النساء نو با بيزوان دي زوم، ما عندهم يديروا بهم واش يديروا بهم، واش يديروا بهم، يندبوا بهم. جيبك انت باش تدبسها، جيبك باش تقتلها واش بور. دونك هاني جاوبت حتى انت هذا السيد هذا متاف هذا واللي يقول لي اللي يقول لي راك تكلم راك انت راك ضد الكلام نتاع ربي سبحانه. حاشاه رب العالمين، حاشاه هذا كلامك انت وكلام جدودك. ربي ما يقولش اقتل الناس، ربي ما يقولش راحوا اغتصبوا الناس كيما اغتصبوهم بني عمك وخوتك في التسعينات، اغتصبوا النساء المسلمات باسم الدين وباسم الاسلام. وتجي تقول لي بلي نحن شعب الجزائر كيف اسمه شعب الجزائر مسلمون الى العروبه ينتسب، تنتسب انت للعرب، انت ما عندكش اصل، انت ما عندكش اصل، انت تنتسب للعرب. بصح احنا الامازيغ احنا عمرنا ما ننتسبوا حتى لواحد، احنا رانا عندنا احنا المغاربه والتوانسه والليبيين ولا انا نهضرك على لي فري ولاد الجزائر ولاد المغرب ولا واش اللي جاوا من 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 شبه الجزيره العربيه كيما انت. هاد الناس هادو احنا عندنا الاصل نتاعنا عمرنا ما ننتسبوا. عندك انت اذا ما عندكش اصل وتحب تنتسب روحك، هذه هضر على روحك، تقول الشعب والجزائر. حتى وقالها سيدك هذا بن باديس انا لو كون هضرت له نقول له هضر على روحك انت ما تهضرش علينا احنا. اوكي احنا واحد ما ينجم ينسبنا لا منا لا منا ومسلم نو مسيو ماشي. الشعب الجزائري ماهوش غير مسلم، الشعب الجزائري اولا كان مسيحي وكان يهودي وكان ثاني ما يمنوش ها. ومن بعد كي جاوا بني عمك ها في وقت هذيك اللي تعيطوها انتم الفتوحات ها، وهي راهي هي فتوحات سميتوها فتوحات اسلاميه وهي راهي فتوحات اجراميه. جا بن عمك عقبه بن نافع وهذو الجماعه هذو اللي جاو هذو جاو قتلوا ناس وذبحوا ناس باسم الدين وباسم الاسلام، وربي بريء منهم والاسلام بريء منهم. فوالا دونك ما تخلطش الامور. دونك حنا الجزائريين حتى اليوم انا عندي صحابي مسيحيين، عندي صحابي مازالوا يهود وما يمنوش خلاص بالاسلام وما على بالهمش خلاص بالاسلام حتى نساء بعدهم يسمعوا فيا. عندي حباباتي درك دي كريتيان، وعندي حباباتي درك هنا اللي يسمعوا فيا بيتبعوا يهوديات، وعندي اخرين ما عندهم حتى دين ونحترمهم وعندهم كما قال واحد وراهم كما قال واحد عندهم في الدماغ وراهم. وعلاه الشعب الجزائري مسلمون؟ علاه ربي العالمين بعث لك ورقه قال لك الشعب الجزائري كل مسلمون؟ نو مشكل. الجزائر فيه المسلم وفيه وفيه المسيحي وفيه اليهودي، علاش حتى المسلمين راهم يعني كما قال واحد لا ماجوريتي؟ بصح علاش تكون 10% ولا 5% كاين الناس ماهمش مسلمين؟ علاه غير وعلاه غير الجزائري اللي لازم تكون مسلم باش تكون جزائري؟ هذه انت اللي درتها هذه، واحد ما درها. الجزائري قادر يكون حتى ما يمنش خلاص، كان اطي يكون حتى اطي. ولا راني جاوبتك هذا سي متاف هذا مالك، راني جاوبتك ولا
لكن انت تخالف كلام الله ولا كلام الله هذا؟ وين هو كلام الله اللي تديه وربعة نساء؟ هذا كلام الله هذا؟ هذا كلام جدودك هذا، مش كلام الله. الله يزيد. بون، هذو هما الناس اللي حبيت نجاوبهم برك. ولا روحوا دوكا واش قال الرئيس، كم شفتوا سيغ ما باج فيسبوك، راني جلي بارطاجي. وبلاك نزيد نسمعكم درك كلام اخر، واش هذا الكلام هذا اذا نجمت نسمحوا لكم برك، بس با لابان باش ما عنديش الوقت بزاف. بلاك اذا راهو هنا سمحوا لي بيتيت نسمحوا لكم. رئيس الجمهوريه البارح اغتنم الفرصه نتاع الاجتماع مع هذو لي باترونا هذو، ها، وجاوب بعض الناس اللي يشكيو لونيو، باسكو كانوا جزائريين شكاو لونيو، كانوا جزائريين شكاو للامم المتحده، نعم، وخرين شكاو كيف يقولوا شكاو للاتحاد الاوروبي، داكوغ. الوغ سمح لي تشوفوا وراه لهنا نجي بارطاجي ايار اللي يحبوا يروحوا شوفوا لاباج فيسبوك نتاعي تشوفوه، ها تشوفوه. ميرسي شهرزاد، بونويا فوز اوسي. الي وراحوا هذا، وراح دوك نجاو هنا بالك تسمعوه اذا نجمت تسمعوه. يعني بارطاجيتو سينو تروحوا تشوفوه سور لاباج فيسبوك نتاعي باش تضلي تشوفوها. اذا انا اللي تقدر تضغط على الجزائر، اذا اللي يبغي يمشي يشوف ممثلية هنا ولا ممثلية هنا ولا شوف البحر راه يضيع في وقته، راه يضيع في وقته. فوالا كيما سمعتوا قال لهم باللي احنا اللي حاب يضغط على الجزائر، وعلى اي دولة في العالم، اقوى دولة في العالم، قال لك ما تقدرش تضغط على الجزائر. البريزيدون يقول انا الناس اللي طلبوا مني باش نجاوبهم، انا نذكركم، غير بصدام حسين الله يرحمه. صدام حسين كان يتكلم نفس الكلام اللي قالوا مسيو تبون، بورتون ما نجموش نقارنوا صدام حسين بمسيو تبون، با با. صدام حسين كان كيما قال واحد الى غيوسي، كيما قال واحد باش بلادو الوقت هذاك حتى دار حتى قريب يدير ديزارم نيوكليير لو كان ماهمش دخلوا عليه، كيما قال واحد وروح وروح، يعني خدم بلادو فول دير. ميم سي ان ديكتاتور مي فريمون الى ترافاي اون ايراك، الى قدر يحكم العراق، وكانت عنده وكانوا عنده من احسن طيارين باش نتهم مليح، كانت عنده كانت العراق اون بويسونس باش يكون في علمكم، لي زافياتور نتاعو من احسن لي زافياتور باش نتفاهموا. الوغ هو كان واحد الوقت حتى هو يقول لهم دزوا معاهم وما نخافوا حتى من واحد ويمشي، والناس الكل كيما دوروا يصفقوا، سمعوا بهم هذو اللي قاعدين يصفقوا على الاخر، حتى هما كانوا يغنيو ويقولوا اصدم اصدم اصدام اصدم اصدم اصدام. اون فين كونت نهار كي ضربوه، نهار كي ضربوه طياره ما طلعتش، طياره وحده ما طلعتش من المطار باش تنجم تضرب ولا دير حاجه ولا ريان، زيرو، طياره وحده. اذا ما كذبنيش ربي 19 طياره ولا 12 طياره ولا مع ولا قل ولا 7 طيارات اللي قدروا يمشيو مع البحر وراحوا دخلوا الليرون، ما نعرف رجعت لهم الليرون ورجعوا لهم الطياره نتاعهم ولا لا، هذا واش كان. الباقي كل حطموهم سيغ سيغ تارماك، سيغ في الايروبور تاعهم الميليتير، حطموهم كاع. علاش حطموهم كاع؟ دوك نجيكم ثاني صدام حسين وكيفاش داروا، حطموهم بوركوا؟ باسكو لا تكنولوجي ما تلعبش معاك، لا تكنولوجي كي يفوتك واحد بلا تكنولوجي يدوخك الدار ما تعرف والو، حتى ويكون عندك انت انت عندك شويه تكنولوجيا وعندك منه ويكون قوي خير منك، يحطم لك الشيء اللي ديروا كامل يحطمه لك. هما اللي هذوك قبل ما يضربوا قبل ما يجيو يدخلوا على العراق يعطيهم الحس بالطيارات يبومبارديهم هذيك الليله هذيك، ايزون بروي لي الشيء اللي كان عندهم كامل في يقولوا نتاع لي رادار نتاعهم ونتاع عدو ما يشوفوا والو، عماوهم
عموهم كيفاش؟ اسكو طيشوا عليهم الطرار كما يقولوا حنا بكري المجاهدين نتاعنا اللي راحوا لافغانستان؟ اي روحوا لافغانستان روحوا هزوا الطرار كيما هكا وضربوا به الشر يتفلق، خاطرش ربي معانا يتمسخروا بالناس. هادو عماولهم عينيهم باش بالتكنولوجيا، هذيك لا تكنولوجي لا هوت تكنولوجي، طياره ما طارتش. حتى هو كان يهضر صدام حسين، كان يهضر كيما يهضر مسيو تبون. نجي نذكركم في واحد القدافي، ايه قبل ما نروحوا للقدافي، هذا كيف اسمه صدام حسين، من بعد كي دخلوا عليه لامريكا. ايا نعطيكم انا دوك بعد جو لونس ان ديفي، اعطيوني كشمتيره وكرطوشه وحده، اعطيوني كاش ما شفتوا العراقيين والجيش اللي كان عنده جيش قوي وقوي اكثر من تاعنا الوقت هذاك، اعطيوني كشمتيره وكرطوشه وحده، كرطوشه وحده ما تيراوهاش، كرطوشه وحده. علاش؟ انا قلت لكم باسكو قوه الا قوه ربي، والقوه نتاع الناس اللي ما تخافش ربي، ما قدروش كل هربوا نحاول توني نتاعهم وخرجوا سيفيل وراحوا يضربوا في ديارهم وقعدوا. اوكي دونك هذا صدام حسين حتى هو كان يقول كيما هكا كيما مشي تبون، وكان حتى هو يقول لك نضرب الامريكان ونضرب اليهود وندمر اليهود وندير من هنا وندير من هنا، ها شفتوا النهايه نتاعو كيفاه صرات له. النهايه نتاعو شنقوه نهار العيد، وشكون اللي شنقو؟ ماليه بعد شنقوه العراقيين نهار العيد، ضحاو عليه نهار العيد، لي زاميريكان حكموه وعطاوه للعراقيين وقالوا لهم هاو ليكم، وراحوا هما ضحاو عليه نهار العيد. وهكذاك لي زاميريكان داروا كومينيكي وكيما قال واحد ايزون دينونسي الموت نتاع صدام، باش يكون في علمكم ايزون دينونسي الموت نتاع صدام بالطريقه هذه، قالوا صح احنا عطيناه لكم باش تعدموه، مي ماهوش بالطريقه هذه. وكان صدام طلب منهم باش يتعدم بالرصاص، راهو هما داوه نهار العيد وشنقوه نهار العيد الكبير. كاين القدافي، القدافي حتى هو كان حتى هو يقول هكا، كان حتى هو انا نجي نشف فيكم والناس كلهم نشف فيهم، واذا تحبوا نعطيكم لي فيديو نعطيكم لي فيديو. ما كانش يقول طز طز في امريكا، ما كانش يقول طز طز في امريكا. يا اخي من بعد واش داروا له؟ يا اخي بعثوا له باقي دو زافيون والله ما نعرف واش، بومبارداو له وين ساكن بعد، بومبارداو له وين ساكن بعد، وتقاست باقي له بنته مربيها ما نعرف مات ولا منعت، قاسوها له ولاو عيطوا لهم جبدوه قالوا روحوا طوحوا روحوا خلوه ما داروا له والو. من بعد واش داروا له؟ كاش ما بعثوا له عسكر؟ كاش ما بعثوا له الاخر؟ كاش ما بعثوا له عسكر ما والو، راحوا خدموا له لا سي سي محمد، لا سي تلعب دور كبير والموساد يلعب دور كبير، ما ينجم له الا ربي سبحانه. راحوا داروا له فتنه بينه وبين ماليه، وعلى الاخر يخشتوا كيفاش مات القدافي اللي كانوا يعبدوه، وكانوا كامل يصفقوا اكثر من اللي صفقوا على مشي تبون. باسكو هاد الخبزيست هادو، هاللي خبزيست هادو اللي كانوا يصفقوا على مشي تبون، او على بالهم باللي راهو مشي تبون يهضر برك، راهو ما ينجم يدير والو الا صاف، مي هما يصفقوا عليه ويزيدوا يكمل يروحوا يسلموا عليه ويقولوا يعطيك الصحه يا مشي تبون ويعطيك الصحه، كما كانوا يقولوا لبوتفليقه سي لا ميم شوز. ومن بعد كي بوتفليقه راحوا في الحبس ولاو يقولوا لبوتفليقه العصابه، حتى هما ولاو الكل يقولوا العصابه العصابه العصابه، وهما راهم كانوا هما بعد العصابه. دونك هادو اللي صفقوا على مشي تبون هادو ناس انتهازيين، انا نقولها لكم انتهازيين، ما يحبوش الوطن نتاعهم، يحبوا الكراسه، يحبوا غير الكراسه يقعدوا عليهم، ويحبوا المال، ويحبوا ولادهم يقريوهم في الخارج، ويحبوا الباسبور روج ولا الباسبور ديبلوماتيك يحطوه في جيوبهم، هذا واش يحبوا. وخلي تخلى الجزائر، خلي تخلى الجزائر، خاطرش نورمالمون كانوا حتى اتفاق ما يصفقوش، باسكو السيد راهو كيسكي لا في راهو الشغل الى ديفي لهاد لي بويسونس، او قال ما كاينش دوله اقوى في العالم كيما قالهم، تقدر تعطينا دروس ولا تقدر سي تادير حب يقول حنا اكثر، حنا اكثر من الناس الكل، حنا نوصل من اون بويسونس اكثر من لي بويسونس الاخرين. الوغ سي فو، حنا نشوفو حنا ما عندنا بويسونس ما والو، حنا نشوفو العدس ما لقيناهش صح.
عندنا جيش وطني شعبي كما قال واحد ولاد الشعب ولاد الرجال فحولة، وعندنا قوات أمنية كسوا تاع الدرك وكسوا تاع الشرطة ولا كل أسلاك الأمنية ولاد الرجال فحولة اللي نعتزوا بهم. بصح قدام الأمريكان ما يقدروش، قدام إسرائيل ما يقدروش، قدام لي بويسونس نتاع العالم هذو قداش هذوك فاتونا بالتكنولوجيا. اليوم ما عادش هذيك مشيو تبونا فتحنا الحدود، هذا التلغبيب هذا يعيطولو، هذا يعيطولو التلغبيب ما يعيطولوش باسكو انت مخوي انت باللي الامريكان راح يجي حارب معاك بالكلاشينكوف. ها راح يجي حارب معاك بالكلاشينكوف، تحسب هكا؟ تحسب راح يجي الامريكان وكان يحب يضربنا راح يجي يهزوا لي كلاش ويجي يحوسوا علينا وراهم هذو يتيروا علينا بلي كلاش. اذا تحسبوا كيما هكا سمحوا لي انتم ما زلتم متاخرين بزاف. ها برك تشوفوا في غزه واش راهو صاري برك، وقتاش دخلوا على غزه هذو كيف اسمهم لي سولدان تاع الساحل تاع كيف اسمهم تاع اسرائيل، وقتاش؟ بعد ما حطموا كلش، بعد ما حطموا كلش، حطموا كلش من فوق من السماء بالصواريخ وبالطيارات، قضوا كلش باش يتاكدوا باللي واحد ما هو ما كانش واحد هاز راسه. ومن بعد جاو، ومن بعد جاو ساعة جاو كيما قال واحد، وجاو مدشنين، جاو داخلين هذاك كيما قال واحد، حتى تضربهم انت تقتل واحد تقتل زوج، مي داخلين عليك داخلين عليك داخلين عليك داخلين عليك. لو كان يحبوا يديو اي رئيس في العالم، اي رئيس نجي نقول لكم انا يجيو يديوه من دارو يديوه من دارو، باسكو هادو سيتي بويسونس، هادو ما يلعبوش ما يلعبوش. وهذا اللي قال مشي تبون هذا التحدي زعما هو على باله، هو يقول كيما هكا بصح راهو على باله باللي راهو ما يقدر يدير والو. انا نقول لكم باللي اليوم لي امريكا قادرين يضربونا في اي لحظه، في اي لحظه قادرين الليله هذه بعد يعطيونا الحس. علاش يقدروا يعطيونا الحس؟ باسكو عندهم ديما واش يقولوا آلات حربية سوفيستيكية اللي قادرين يوصلونك بها، يوصلونك بها للعش نتاعك. مي حنا اسكو قادرين؟ حنا منين نضربو؟ حنا شكون كي نحبو نضربو ليزامريكان كيفاه نضربوهم؟ قولوا لي تراش يا الفاهمين، قولوا لي الناس هذو اللي يقول لك حنا والله قادرين نضربو ليزامريكان وقادرين نضربو فرنسا وقادرين، كيفاه نضربوهم؟ نعتوا لي تراش كيفاش نضربوهم، باش نضربوهم قولوا لي تراش. هما يقدروا يضربوك، هما يروحوا للمياه الدولية عندهم لي بورت افيون تاعهم، ها أي بلاصة يقدروا يوصلوها يوصلوها، وحنا عندنا دي بورت افيون باش نروحوا حتى حنا للمياه الدولية ونقدروا نضربوا الناس من تما. عندنا شفتوا هما عندهم نيكليير، ها ما استعملوش اليوم مازالوا، ها كسوا إسرائيل ولا الأمريكان ولا فرنسا ولا الإنجليز ولا سيدي بويسونس، هادو ما نجمولهمش ما نجمولهمش. نكلوا على روحنا. انا اذا غدوه تقولوا لي باللي قط راهو راح يتقابض مع صيد، نقول لك باللي حنا نجموا الامريكان ونجموا هذا رموش، يعني نحقر المؤسسه العسكريه نتاعنا ولا نحقر الشرطه نتاعنا ولا ما كانش واحد اللي يحترم قوات الامن نتاع البلاد. ها بتاتا نقول لكم انا من الناس، من اول الناس اللي نحترم المؤسسه العسكريه، اللي نقول لكم لو كان ماهيش هي الجزائريه راحت صافي لونطا، راحت صافي لونطا. وهاد الناس اللي يبلاقيو كامل ويدزوا في الارمي ويدزوا في الجزائر باش نروحو ندخلو في حرب، انا نقول لكم راهو هما بعد غدوه لو كان الله لا يقدر غدوه نديرو حرب، هما يرجعوا على السلطه. هما بعد ما يستناوش الامريكان يجي يدخل على السلطه ولا، هما اللي يرجعوا يديروا كيما داروا العراقيين ويديروا كيما داروا الليبيين ويديروا كيما داروا الناس اللي كيشافوا باللي عطاوهم لوكازيون الي دخلوا كيما قال واحد يهرسوا في ماليهم بعد. دونك انا نقول لكم هذا الكلام اللي قالوا مسيو تبون انا ما محسوب واش نقول لكم كلام يعني هكذاك، يعني حب يدير به البوز، حب بتتري بريباري في الموندا نتاعو الثانية، كلام يعني ما عنده حتى معنى، باسكو حنا ما نقدروش، امبوسيبل يكذب عليكم الانسان اللي يقول لكم حنا نقدروا نواجهوا هاد الناس هادو اللي ما يخافوش ربي، محال امبوسيبل. لو كان على بالكم كما قلت لكم الصباح، لو كان جينا حنا مجاورين اسرائيل
راهو صافي لونطون ملي هزوا لا قوم وقوماونا قوماونا نعودوا ما عادش نعودوا نعودوا يسمعوا بينا كي لا يوغوسلافي خي تعرفوا لا يوغوسلافي ولا ما تعرفوهاش وين هي لا يوغوسلافي كيما عاد سمعتوا بها دوكا وين راهي سي فيني هزوا لا قوم وقوماونا خلاص ما بقاتش لا يوغوسلافي حنا ثاني الجزائر وكا ما يسترش ربي يجيبوا لا قوم ويقوميونا يقوميونا على بالك شنو يقوميونا يقوميونا ما تبقاش الجزائر ما تبقاش الجزائر سي فيني نحيوها من اذا كما كان يخرجوا دوليات كما قال واحد يخرجوا القبائل يديو الشيء نتاعهم والشاويه يديو الشيء نتاعهم ومن بزاب يديو الشيء نتاعهم والتوارق يديو الشيء نتاعهم ونبقاو دويلات بوتيتا مي اسم الجزائر ينيستخا بلو وعلى هذا حنا نقولوا للمسؤولين تاعنا لازم يكونوا دي ساج نقول لهم ربي يهديكم ما عندكم مادكم الحوايج اللي خاتونكم شوفوا بلادكم واش تحتاج شوفوا شعبكم واش يحتاج شوفوا الناس مساكن هذول الشعب اللي ما لقاوش العدس وما لقاوش واش ياكلوا روحوا جيبوا لهم واش ياكلوا خليكم ما تروحوش كما قال واحد ما عندك مادك الكروكوديل تروح للكروكوديل تصوتي بالكروكوديل تهز معاك ستيلو كيما هذا وتصوتي في الماء على الكروكوديل وما عندك حتى اي شانس ما عندك اوكين شانس ما عندك اوكين شانس خاطش الكروكوديل يحل فمو طالق ينحي لك رجل طالق يحل فمو ينحي لك النص نتاعك دونك ما عندك اوكين شانس مع الزاميريكان حنا ما نقدروش بيبا ما نقدروش وكان معول على الروس ولا معول على لاكوري ولا معول على لاشين تجي تضرب معاك الامريكان الور لازمنا نخرجوا هذاك ولد عباس ونقول له ارواح سي ولد عباس نضحكوا الكل باسكو لا المري لا الروس لا كيف اسمه حتى الروس بعد يكون يضربنا حنا الروس الامريكان يلبوش غابا يلبوش غابا هذو الناس اللي بويسونس هذو حاكمين بلادهم وحاكمين شعبهم يقول لك انا ما عندي ما دخل لي في المشاكل هذو لو كان يحبوا يضربونا ما يضربوناش بحدهم ديجا لو كان يحبوا يضربونا يضربونا ب 50 دولار على بالكم العراق قد هندو لا ضربوهم ب 50 دولار 50 ايطا شركت كل دقيقتين يجيوك دي بومباردي يلوحوا عليك دي طون تاع نتاع نتاع كيف اسمه نتاع قنابل وبلا شي توماهوك هذاك اللي يجيك من عبر القارات هذاك يضرب لك المنشات نتاعك ويضرب لك الاخر دونك ما تهزش راسك خلاص حنا نقولوا ربي ساعدنا حنا نقولوا الشعب نتاعنا كرهنا من لا غير اون با لا غير حنا اون في لا بي اون في لا بي مي باش يقول مشيو تبون ما يقدروش الناس هذو سي مشيو تبون يقدروا كيما يحب الحي يرجع راس الميت يدير له كيما يحب حنا نسمى حنا بالنسبه للامريكان وبالنسبه لهاد الناس اللي عندهم لا تكنولوجي واللي فاتونا بالعلم يمبوزيو علينا كيما يحبوا يمبوزيو علينا الشيء اللي يحبوه واذا ما نقدر هذا لو كان غير يحبوا يديروا لنا مشكل برك يديروا علينا امبارغو برك لو كان يحبوا يديروا لنا مشكل يجيو ثم يجيبوا هذوك لي بورطافيون تاعهم ويقعدوا في الميديتيراني ما يخليو طياره تفوت ما يخليو باطو يفوت والله ناكلوا بعضنا كي الفرنان كما يقول واحد والله ناكلوا بعضنا كي الفرنان هذا اذا ما حرشوش عليك لي جروب تيروريست يخشوا عليك من كل بلاصه ها ينبايوك وهم يدعموهم بالسلاح ويدعموهم حتى ساعات كما داروا القذافي بالطيارات وكما قال واحد قال واحد انت امنع وروح انت اضرب الامريكان وروح انت اضرب اسرائيل هم الناس انا جاوبت الناس اللي قالوا لي قبيلت هضرنا شويه على مشيو تبون مشيو تبون يقول شي هذا ماهوش باش يدير انا ما نضمنش كان يكون واحد مجنون يحب يحارب الامريكان ما نضمنش اللي يحب يحارب الامريكان سيتي فو انا نقول لكم الحق انسان مجنون يحب يجيب المشاكل لبلاده ولشعبه وهو ثاني كيف يجيو يهزوه من الدار نتاعو هذا اذا بقى حيه يديوه الاشارع في لاكور كريمينال هما يقدروا يديروا الشيء هذا مي حنا ما نقدروش حنا اذا كثرنا اذا لزمنا نضربوا نقدروا نضربوا تونس نقدروا نضربوا ليبيا نقدروا نضربوا خوتنا تاع المغرب بصح حتى هما يردوا علينا على كل حال ماهوش غير حنا اللي نضربوا حتى هما يردوا علينا هذو خطرش حنا رانا بحذاهم نقدروا نضربوا المالي هذو حنا في لافرونتيير نقدروا ها مي فرنسا ولا الامريكان ولا لا غروند بريطاني ولا ما نجموش ما نلحقوش كي نهزوا الحجره نضربوها ما توصلش فهمتوا دوك ولا ما فهمتوش ما توصلش كي نهزوا حجره نضربوها في ليبيا توصل نهزوا حجره نضربوها لتونس توصل نهزوا حجره نضربوها للمالي توصل
مي تضرب انت الامريكان باش تضرب انت عندك معقال حتى المعقال هذاك ما يوصلش ما يوصلش ولا الي بكم تبعوا على خير بونسوار يا توتي يا توس اذا ما كانش يعني حاجه اللي نقدروا نرجعوا عليها من بعد ديجا راه الحال راهي العشرة اذا ما كانش حاجه نقدروا نرجعوا لها من بعد غدوه ان شاء الله دوما تبعوا على خير بونسوار يا توتي يا توس.